مرحبا. كان لشهر آذار نصيب الأسد من الأحداث الجوية اللي ارتبطت بقصص تراثية وأمثال شعبية، واللي لخصت بكلمات قليلة الحالات المتنوعة على الطقس والخبرات اللي اكتسبها الأشخاص خلاله. فقد قيل الكثير من الأمثال عن آذار، منها آذار أبو سبع ثلجات كبار، وآذار الهدار فيه الصواعق والأمطار، وبرد آذار بقص المسمار والمقصود شدة البرد فيه، وخبي جمرتك الكبار لعمك آذار، وآذار أول ساعة وآخر نار، وبآذار بفتح الورد زرار زرار، وقائمة طويلة من الأمثال يصعب سردها في فيديو واحد. ومن القصص التراثية متوارثة عبر الأجيال عن آذار قصة أيام المستقرضات والعجائز، وهي 7 أيام، 4 منها تأتي بآخر شهر شباط، و3 منها في بداية نفس الشهر. والهدف من قصة هذه الأيام أن القدماء كانوا يخدعون من دفء الأيام الأخيرة في شهر شباط والأيام الأولى من شهر آذار، فيخرجون إلى الوديان للرعي، إلا أن تقلبات الطقس تفاجئهم بهطول غزير الأمطار يؤدي لتشكل السيول التي تجرف معها بيوتهم وأغنامهم. وتلي المستقرضات أيام الحصوم التي تبدأ من 11 آذار، وقيل إن مدتها تتراوح من 6 إلى 8 أيام، وسميت بذلك لأنها أيام برد وريح شديدة. وفي آذار أيضا يستمر الجزء الثالث من الصعودات، وهي أيام سعد سعود الذي يبدأ من 26 شباط وحتى 10 آذار، وتبدأ أيام الجزء الأخير منها بسعد الخبايا، وهي الفترة الممتدة من 10 آذار إلى 22 آذار، وتصادف بداية الأحداث الربيعي. ولابد من الإشارة في نهاية الفيديو أن مع بداية شهر آذار يبدأ الربيع وفقا لعلم الأرصاد الجوية، وفي 21 منه يبدأ الربيع فلكيا. متابعينا، بكل شهر من أشهر السنة في عنا قصة أو موروث شعبي تداولته الأجيال عبر السنين. لقونا في الأشهر القادمة إن شاء الله. من طقس العرب ومني أنا سالي فرتخ، لكم كل التحية والاحترام. إلى اللقاء.